يا مرحبا ومسهلا. انا مع شيخ قحطان وشيخ حضرموت. الله يخليكم، حياكم الله. ملايين. ويا هلا والله وغلا. والله والنعم بشيخ عتيبه. ما عليك زي. مرحبا. هم هذول عاد تجيبه عند جناب. لا يعرف يسولف ومطوع يا رضخ، ما تدري هو مطوع ولا داشر، ما تدري عنه. هذول يخوفون والله العظيم. والله ما ادري مين الداشر. عن قحطان مع غازي. بخطيب غازل. اسمع يا سلام. يقول يا غازي اسمع بخطيب، وانت خفت يا بخطيب يا جماعه. هذا وش هذا؟ اسمع بخطيب، من تعرف هذا؟ تدري ايش من اياد قحطان؟ من حبابي. لا مو من حبابي. يلا انت انشبه. لا خوال الحباب. والله سبعة انعام اظن اقوى شيء عندهم حبابي، صح؟ كلهم اقوياء. والله والنعم بقحطان هذا خنفي. الله يعز الامن والامان. الحمد لله. وحط شحمه. عندك مشكله تبي تقولها لسعود؟ الحين انت عندكم نياك كمان زي العتبان؟ ايوه. تبيعون حليبه ولا بس العتبان؟ ما نبيع. حتى انتم ما تبيعوا؟ ما نبيع. انا قلت لو انكم تبيعون كان جبت ناقتي عندك. ونترزق الله. وش ناقتك انت؟ ناقتي صفراء. صفراء؟ ايه. قل ايش اسمها يا سعود؟ وش اسمها؟ لولي. نعم الله ابو عبد الله هو عز الله انك يا ابو درك. والله مخولك عتبان ومخولك مطران يا ابن الحلال. والله انها ناقه ارجى من بعض الرجاجيل اللي نعرفهم. ناقه رجاله. ناقه ما تجي رجاله. قصد ارجى من بعض الحريم اللي نعرفهم. عطنا قهوه. وش رايك في اسم الناقه حقتي يا سعود؟ لولي ناقه شكلها عاد. ابشرك حامل باقي لها 3 اشهر تجيب. يا ابد هذا الرجال والله العظيم ما يدعفس. ما هو ضعيبل واسمها لولي. الناقة اللي عندك اسمها لولي كم عمرها؟ والله ما ادري كم عمرها. طيب لا جاك حوار، وش بتسميه؟ شوف ان كان ولد ما يجي ولد. كان رجال ذكر. سوي الله وجهك. هو يا رجال يا حرمة. هذا والله انا عله. لو انا ابو درك الناقة ما يجي ولد ولا يجي ايش هي؟ ما يصلح ذا الكلام. عموما ان جاء رجال خل صوتك حرش كذا. طلع الصوت اللي هنيه. ما ادري حد هنعود. يا غازي هذه من فين انفلت علينا؟ ايش تبي تسميه اذا جاء ولد؟ والله قلت مودي. مودي. روح لتركي الاول. يا جماعة هذا الشخص احبه جدا. هذا واحد من 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 الشيوخ عتيبة وقام من قامات الإعلام في الخليج. عبد المجيد الفوزان هذا حبيبنا كلنا اللي منه نتعلم. الله أكبر يا كبرى عند الله يا غالي. لا والله والله إني صادق أقولها في وجهك وفي قفاك. الله يجبر بخاطركم رايتك يا بعد راسي أبو فوزان. مسيرة طويلة في الإعلام، ممكن تعلمنا كم سنة؟ من البداية الفعلية. البداية الفعلية 19 سنة. ما شاء الله شوي وتوصل عمري. هالمسيرة الطويلة يا عبد المجيد أكيد أنك عرفت فيها دهاليس الإعلام وأمور كثيرة صارت في الإعلام. المشهور الجديد اللي فتح له ربي باب خير في عالم الشهرة، إيش حاب تنصح؟ بالعرف أن الأقران ما ينصحون بعض، ومهما كان حتى سواء كان جديد ولا هو ولا قديم هم يعتبرون أقران. ولكن أنا بقول اللي عندي، دائما دائما أي تطبيق يجي جديد هو ما هو إلا ثورة بركان. ثورة البركان صارت هنا. اسلم. ما هو إلا ثورة بركان. لذلك سو اللي تبي بس لا تقرب أخلاقك، لأنه أنا عندي قاعدة إن حفيدي بيشوف سنابات. هذه القاعدة مرة مهمة. الضحك مو بعيب والوناسة مو بعيب، بس في بعض الخطوط الحمراء اللي ما تقرب إلى منه طخ البركان تلفت، تحس إنك تعديت على ربعك واجد وعلى هلك واجد، وتحس إنك خنت تربيتهم شوي. عبد المجيد نعرف إن الشهرة سلم للنجاح. أي. سلم للحياة الجميلة اللي يتمناها كل شخص، من ناحية المادة، من ناحية الجاه، من ناحية الاستقرار. نعرف ان الشهرة زي فقاعة الصابون، فترة وتعدي، ياما مر نجوم وراحة ونساهم الناس. انا الشخص اللي في مجال الشهرة الان حاليا واعتبر نفسي نجم انا ولا غيري، ايش حاب تنصحنا عشان لا راحة الشهرة ما نندم عليها؟ أنت اللي مثلك يا غازي ما ينصح. يا بعد راسي. لكن فيه أكثر من إرث، فيه الإرث الأخلاقي توصلفنا عنه، فيه الإرث المالي، والمال عصب الحياة، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا. لذلك أي واحد يدخل عالم الشهرة مباشرة بيتحول دخله المالي الشهري بشيء مخيف. أنا عندي نصيحة غريبة، أنت بتنشغل بالبزنس. ليش؟ والله أنك صح. تخفض مستواك الإعلامي ثم تضيع ذي وتضيع ذي. انشغل بصب الأموال اللي تجيك
بالاصول لا عاد مو بيبي انام عند الخياط مو زين. عبد المجيد يعني خلاصة كلامك عصفور في يدك ولا عشر على الشجرة. كم عائدك المالي الشهري؟ 300,000. اجمع 300 و300 و300 واشتري قطعة أرض. أول شيء تدور فلوسك في هذا البلد، فلوسك ما تطلع عن هذا البلد. الأمر الثاني هو قاعد يستثمر نفسه بنفسه العقار. لا تروح تقول والله أنا بفتح متاجر وبسوي وبروح، تلقى سنابك ضاع والبزنس ضاع ولا هم بين ذا وذاك. طيب يا مجيد، خفت عني الأضواء بعد فترة من التوهج الكبير وإني كنت الرقم الأول على مستوى السعودية أو الثاني أو الثالث. إيش أسوي مع الشخص اللي بداخلي المكبوت اللي مو متصور الحدث بعد النجومية اللي صارت لي؟ أنا بجاوب من جواب قبلي. المفروض أنها ما تخف عليك الأضواء. فيه نظرية مرة جميلة اسمها نظرية الجبل الجليدي، أنك أنت لما توصل إلى قمة جبل تتعامل معه كجبل جليدي، لازم تنزل منه وتروح الجبل أكثر تجمد. يعني أنت مثل ما صرت بالترند لأنه شريت سيارة جديدة مثلا، مباشرة انشغلوا الناس شهرين بهذا الموضوع، انزل أنت نفس الناس هذا الموضوع، لا تخليهم يطولون فيه. راح انزل إلى قيمة أفضل ثم إلى قيمة أفضل ثم إلى ترند جديد من دون ما تخدش في أخلاقياتك. تبتلاحظ أنك دائما موجود بالوهج كل شهرين طالع وحاضر عند الناس من دون ما يصير في إسفاف بالأخلاق. كلام جميل يا أبو الفوف. طيب خفت عن، لا سمح الله قدر الله وما شاء فعل، خفت عن الأضواء وأنا كنت نجم، كيف أعالج؟ جيدة. تبي تنشغل فيه أنك تسوي شو غير مبرر ويمجونك الناس؟ لا، اهدأ شهر شهرين ثلاثة ارجع جمع أوراقك. تذكر الآن رجعوا ترند بسناب شات، ترند الآن هم بسناب شات، بس رجع بمحتوى نظيف. شكرا يا عبد المجيد، قسم بالله اني استمتعت. انا مرايتك يعني. الشخص اللي بداخلي لا تنشغل باحراق الكرت الاخير. انت بيصير عندك كرت اخير اللي هو وشو؟ الطمر. تبي تنشغل فيه تبي تحط اخر صوره. ان الناس البشر كلهم في هذا الكوكب يحبون الزين، محتواك حلو. انت بس تستجمع قواك لثلاث شهور، مو بتبي ترجع ترند. يبي يقولون يا حسافة انه غاب هذا ثلاث شهور. اعرف ما يعني، انت مدامك متصور ان الناس تحب الزين، اعرف انه عندك فرصة مرة ومرة ثلاثة. في مشاهير ترى كانوا بالكي. هذا حبيب القلب ابن مشية قلبي والله، واحد من 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 الاركان اللي انا اذا اهتزيت اروح له. كنت انت ما تهتز، انت مثل الجبل اللي ما عليه من شيء. عسى بالعافية، والله يرحم امك وابوك وسكنهم في سيف جناتك. الله يرفع قدرك صحة وهنا إن شاء الله. هذا الرجل الوافي الطيب النشمي الشهر. الله يطول عمرك، يجزاك خير، يجعله بالعافية. الله يغني. أمشي الفروع اللي بنفتتحها في قدم الأيام. أوه، في عندنا الآن أكثر من 30 فرع خلال الشهرين الجاية. 30 فرع ما شاء الله تبارك الرحمن. إن شاء الله إقبال ما نقفل المئوية مع الشيخ بإذن الله. بإذن الله. مرحبا مليون. تفضل يا أبو عبد الله.